بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في برنامج من أحكام القرآن الذي كان يقوم به فضيلة الشيخ العلامة الجليل محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ونظراً لأن هذا البرنامج توقف إثر وفاته رحمه الله، وقد رغب كثير ممن يستمعون إليه في أن يتواصل هذا البرنامج، فإننا نحاول بإذن الله أن نقوم بالمواصلة لهذا البرنامج بما نستطيع القيام به، وإن كنا لا نبلغ شأوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله كما يقال. وكان رحمه الله قد توقف عند قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه الآية الكريمة في سياق الآيات التي نزلت في شأن وفد نجران بما فيهم من اليهود والنصارى الذين قدموا يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم ويخاصمونه لنصرة مذهبهم الباطل، وأشد ما فيه اتخاذهم المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ربا ومعبودا لهم، واعتقادهم أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون. هذا في حق النصارى، وأما في حق اليهود فغلوهم أيضا في بعض أنبيائهم في قولهم عزير ابن الله، وتطاولهم على أنبياء الله، ونسبة الافتراءات في حقهم وتطاولهم على الله جل وعلا بتنقصه وبتحريفهم لكتاب الله عز وجل وجحودهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فيقولون سيبعث نبي فنكون معه فنقتلكم قتلا شر قتلة، فلما جاءهم ما عرفوا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به، وهم كما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فلما دعاهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى كافة الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، وأن يتركوا ما هم عليه من الملل الكفرية، وأن يأخذوا بكتاب الله الذي عندهم الذي يصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأوصافه التي عرفوه بها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، فلما دعاهم إلى عبادة الله وترك عبادة المسيح وترك عبادة غيره من الأشخاص والغلو في حقهم، قال قائل منهم: أتريد يا محمد أن نعبدك من دون الله؟ فكفهم اعترضوا على محمد صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الشرك والغلو في الأشخاص برفعهم إلى مرتبة الألوهية، قالوا: أتريد منا أن نعبدك؟ والنصارى، هذه مقالة اليهود، والنصارى أيضا يحاجون في بقائهم على عبادة المسيح ويدعون أنهم على حق. فأنزل الله في تكذيبهم هذه الآية: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ما كان لبشر، أي بشر من بني آدم، أن يؤتيه الله الكتاب الذي أنزله من عنده من التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن أو غيرها من كتب الله، والحكم، والحكم هو الحكمة أي الفهم والفقه، والنبوة، والنبوة هي أرفع المراتب عند الله سبحانه وتعالى، والنبوة بالواو، نبوة بالواو المشددة مأخوذة من الرفعة، والنبي سمي نبيا لارتفاع قدره، وقيل النبوة مأخوذة من النبوءة وهو النبأ والخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله جل وعلا، ولهذا تقرأ لفظة نبي ونبي بالهمزة نظرا للمعنيين، والنبي أو النبيء هو بشر، هو بشر أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أي لم يؤمر بإلزام الناس به والقتال عليه، وكذلك النبي يبعث بشريعة من قبله ولا يبعث بشريعة مستقلة، أما الرسول فإنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أي أمر أوحي إليه بشرع، بشرع جديد، وأمر بتبليغه أي بإلزام الناس به وقتالهم عليه حتى ينقادوا له، هذا هو فرق ما بين النبي والرسول. فالنبي أو النبي أعم من الرسول، ما كان لنبي أي ولا رسول
أن يختاره الله لحمل كتابه والإيحاء والوحي إليه وإيتائه الحكمة والفقه في دينه، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي كما تقوله اليهود والنصارى الذين ادعوا في أنبياء الله أن لهم شيئا من العبودية على الناس، فهذا لا يليق بالنبي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى. وإنما بعث الله الأنبياء والرسل للنهي عن الشرك، فكيف يأمرون بالشرك؟ فهذا دحض لحجتهم وبيان لباطلهم. ثم أيضا لا يليق بالله عز وجل أن يختار لرسالته ولنبوته من يدعو الناس إلى الشرك. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يختار لرسالته إلا من يقوم بها بأن يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه مهمة الأنبياء، أنهم يدعون الناس إلى ترك الشرك وعبادة الله وحده، فلا يليق بهم أن يخالفوا هذه المهمة وأن يخونوا في الرسالة وأن يأمروا الناس بغير ما بعثهم الله تعالى به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان به وبكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع الرسل المؤمنين بهم، خصوصا خاتمهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.